باب ما جاء في الذبح لغير الله ولم يقل من الشرك. لماذا؟ الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام وارتاح، لأن بعض الناس يشكل عليه تقسيم الذبح إلى قسمين. الذبح انقسم إلى ثلاثة أقسام وانتهينا. ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات، وذبح لغير الله محبة وتعظيم، الشرك أكبر، ذبح للجن أصحاب القبور، والثالث ذبح جائز. هذا الأخ من السودان جزاه الله خيرا يشتغل في السواقي يذبح على خرفان جزام يصح يذبح يبيع جائز يذبح، جاء ضيف مثلا يصح يذبح حتى يأكل هو ولاده يصح لا إشكال. إذن الذبح ثلاثة أقسام، ذبح لله وذبح لغير الله محبة وتعظيم، الشرك أكبر. باب ما جاء في الذبح لغير الله ولم يقل من الشرك. نعم.